رسميا اقاله كابتن خالد بيبو مدير الكوره في النادي الاهلي. شارك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمني باللايك المتين يا صديقي الاهلاوي، وتجي اشرح لك القصه ماشيه ازاي. تقريبا من اكتر من سنه اداره النادي الاهلي طلعت واعلنت طبعا اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين الكابتن خالد بيبو كمدير للكوره، وطلع الكابتن بيبو واتكلم وقال محتاجين نخلق كوادر جديده. السيد عبد الحفيظ راجل ليه تارجت كبير مع النادي الاهلي، عمل طبعا يعني هدف كبير مع النادي الاهلي، اخذ بطولات كتيره جدا، وراجل مميز جدا وراجل مثقف جدا وكادر من الكوادر المتميزه جدا جدا في النادي الاهلي. وتعرض عليه مدير شركه الكوره اللي حاليا دلوقتي الكابتن عادل بقيع هو مدير شركه الكوره، وكابتن سعد حفيظ رفض، وكلنا فاكرين القصه دي كلها، قعدنا نتكلم فيها اكتر من شهرين ثلاثه. القصه كلها بتتكلم بتقول ان دلوقتي الكادر الجديد اللي انت اخترته بعد لما اخد افريقيا واخد الدوري واخد السوبر واخد الكاس واخد كل البطولات انت بتمشيه. ليه؟ نفس الوضع، انا بخلق كوادر جديده. طب لو رجع سيد عبد الحفيظ يبقى انت كده القصه ان في فرق وجاب كبير ما بين خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ. طب مشيت ليه سيد عبد الحفيظ من الاول؟ ليه السبب او مين السبب اللي خلى سيد عبد الحفيظ يطلع عن المشهد القروي في النادي الاهلي؟ ملاش معنى غير كده، الا في حاله النادي الاهلي لو جاب كادر جديد وخد مني الكوادر الجديده. ثلاثة مرشحين بالقوة والثلاثة أجمد من بعض. واحد كابتن وليد صلاح الدين رقم واحد، رقم اتنين الكابتن عماد متعب، رقم تلاتة كابتن محمد شوقي. كابتن عماد متعب اتواصلوا معاه أول واحد وقال إن هو داخل في منصب قاعده مجلس إدارة اتحاد الكورة. عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة. أما النادي الأهلي لو جاء احتاجني رسميا وكابتن بيبو كلمني رسميا انا هاجي النادي الاهلي. مين اتواصل مع عماد متعب؟ طبعا كابتن حسام غالي، ده واحد. اتنين الكابتن محمد شوقي، وده ترشيحه من الكابتن محسن صالح مدير لجنة التخطيط او عضو رئيسي من لجنة التخطيط. محمد شوقي كادر فني هايل جدا ومدرب هايل جدا، الا ان شوقي موافق بكل قوة يبقى مدير للكورة للنادي الاهلي، لان كاريزما وقوي الشخصية ومتميز جدا جدا جدا. فده بالنسبة لمين؟ محمد شوقي. وليد صلاح الدين مرتبط بعقد مع نادي زد ومرتاح في نادي زد، وصعب جدا وليد صلاح الدين يجي النادي الاهلي لخلافات سابقة. الخلافات دي كانت في وجهات النظر، وكان الراجل مؤيد من مؤيدين مجلس ادارة كابتن محمود طاهر. فوليد صلاح الدين هو الابعد فيهم. يبقى واحد متعب، اتنين شوقي، تلاتة بالتأكيد طبعا الكابتن المتميز وليد صلاح الدين. نطلع من ملف مدير الكوره نخش على ملف حراسه المرمى. مارسيل كولر مش محتاج المتميز محمود الزنفلي. بعد تالق حمزه علاء في الاولمبياد قال لك ده مستقبل للاهلي، ماشي الزنفلي وقعد لي حمزه علاء المتميز جدا. ميشيل يانكون قال له احنا محتاجين الزنفلي، عنده خبرات، متميز في الكرات العرضيه، راجل هادي، راجل ما بيتكلمش، وحارس منه الحراس الهاديه المتميزه. ادي ملف اللي ليه علاقه ب حراسه المرمى في النادي الاهلي. حاجه مهمه كمان، الكابتن احمد شوبير في تويته مهمه جدا وخاصه جدا. الراجل طلع واتكلم وقال النادي الاهلي من اهم مكاسبه في مباراه نادي زد محمد عبد الله، احمد عبدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، لعيبه كبيره ولعيبه متميزه جدا. والنادي الاهلي كسب لعيبه مهمه جدا، وفي مباراه نادي انبي غدا النادي الاهلي هيكسر الدنيا. اللعيبه الجامده دي هيبقى مستقبل لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ومستقبل للفيرست تيم في النادي الاهلي. ده بالنسبه لملف قطاع الناشئين في النادي الاهلي. حسين الشحات مع ابراهيم فايق ساله وقال له مين افضل باك رايت في مصر؟ عمر جابر، محمد هاني، محمد الشيبي، قال محمد الشيبي. مع الرغم من الخلافات دي كلها اختار محمد الشيبي. الراجل كمان طلع بكل انكار ذات وقال انا اعتذرت مره واثنين وثلاثه للشيبي واهله، وبعتذر له المره الالف، وبقول له انا بعتذر لك انت واهلك. وقعدت من اسبوع ل 10 ايام ما نامش بالغلطه اللي انا عملتها لمحمد الشيبي، سواء مديت ايدي عليه او سواء غلطت فيه. حسين الشحات قلبه نضيف، راجل متربي، راجل مهم جدا، وقال لك انا فاتح بيتي لمحمد الشيبي
ورضا سليم في اي وقت يحصل قعده صلح، ومفيش بينه وبين الشيبي اي حاجه، واتمنى له التوفيق. بصراحه بيثبت قد ايه ان هو كبير قوي، وقال يا جماعه انا مش هزيد على النادي الاهلي، انا سبت مليون دولار ليا مع النادي العين الاماراتي عشان اجي النادي الاهلي. فاحنا نختم حلقتنا النهارده بحسين الشحات وجماله وحبه وقلبه النظيف للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي، واحلى مسا على كل الاهلاويه. السلام عليكم.